ما يسعدني اكتر لما اسمع الكبار والصغار وهم بينادوني بابا حافظ. والآن نفتتح كشف التبرعات. أيوة، مين من السادة هيفتتح التبرعات؟ السيد خالد الشيمي. 50 جنيه. 50 جنيه السيد خالد الشيمي. دكتورة همة عبد العزيز. 50 جنيه. 50 جنيه. دكتور محمد مصطفى وحرمه. 65 جنيه. 65 جنيه. الأستاذ يوسف عوف. 20 جنيه. 20 جنيه. الأنسة وفاء راغب. 50 جنيه. 50 جنيه. الأستاذ كمال عبد الله. 90 جنيه. 90 جنيه. متشكرين يا أستاذ كمال. الأنسة إكرام حسن. 10 جنيه. 10 جنيه. في حد تاني؟ المهندس أحمد عبد مصطفى. 70 جنيه. أيوة يا نهاد. طارق ده 100 جنيه؟ لا قرش. الطفلة نهاد أحمد مصطفى 300 قرش. ودلوقتي يا حضرات الزميلات والزملاء، قبل ما نختتم اجتماعنا اسمحوا لي أضيف مبلغ المتواضع إلى قائمة تبرعاتكم، 500 جنيه. وزارة الشؤون تبرعت فعلا ب 3000 جنيه. وزارة الصحة وعدت باستكمال المستحضرات الطبية. أنا مستعد أخصص من وقتي 3 أيام في الأسبوع. دي حاجة جميلة جدا يا دكتورة. إيه يا بابا حافظ؟ أهلا حبيبتي في الحضن. أهلا. إيه يا بابا حافظ؟ صديقي الحبيب، أهلا. مع السلامة يا حسن. الله يسلمك. مع السلامة يا سيد أحمد. يا حافظ بيه. أه يا رشاد. عملت إيه؟ أنا خلاص يا فندم قفلت الحسابات. أي خدمة؟ كده؟ طب تفوت عليا في البيت علشان نكمل ميزانية المشروع. امتى يا فندم؟ هتصل بيك قبل ما امشي. انا اسف يا رشاد اذا كنت هتعبك. تحت امرك يا فندم، اي خدمة. متشكر. رشاد ده ولد مخلص قوي. ابن حلال. ده ده شكري هنا. وماله واخد ركن لوحده كده؟ الله الله، الكاس نمرة كام ده يا شكري؟ ايه ده يا شكري وعلى الصبح كمان؟ ولا حاجة، هو جه لقى التبرعات نازلة ترف عقله قال له زور، مش كده يا شكشك؟ مالك يا شكري؟ الجواب وصلك امتى؟ النهارده الصبح ومش عارف اعمل ايه، مش عارف. في ايه الجواب ده؟ العصابه اياها بتهدده يا يدفع 3000 جنيه يا يقتلوا لابنه. مجرمين كلاب. ده ما فاتش على حكايه اسعد اكتر من شهرين. وهيتنسى عليهم ايه اذا كانوا بيقبضوا؟ وما دام الدبه اولى كده مش هيسكتوا عنا ابدا، هيشطبوا علينا واحد واحد. معنى كده ان اي واحد فيكم يوصل له جواب زي ده هيدفع. طبعا. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا مدحت؟ امال يعني افقد ولد من اولادي؟ يعني انت بتشجع شكري على انه يدفع؟ يا حافظ لا لا، ده كلام فارغ. لازم يبلغ البوليس، لازم. انت ناسي حكايه اسعد، ده ما لحقش يبلغ البوليس، خرج من هنا وقبل ما يوصل للبوليس كانوا موتوا ابنه. دول ما بيهزروش، يا الدفع يا القتل. ده كلام فارغ. حافظ راح فين؟ هبلغ البوليس. ارجوك يا حافظ، ده انا ما عنديش غير ولد واحد ما تمش 8 اشهر. ارجوك يا حافظ. يعني هتدفع يا شكري؟ كل شيء اتعوض الا ابني. اسمع يا شكري. نعم. انا عندي فكره. نعم. انت مش ضروري تقعد في اسكندريه، ما تسافر اي بلد تانيه، ومش معقول العصابه هتجري وراك. والله فكره كويسه. اسمع كلامي يا شكري، من بكره تسافر مصر، بورسعيد، المنصوره، الصعيد حتى. أروح مصر، هناك زحمة ومحدش عارف حد،
طب نصيحتي بقى، محدش يعرف عنوانك هناك بالمرة. علبة كيلوباترا من فضلك. ألاقيش مع حضرتك فكة؟ لا والله متأسف. شغلانة مستعجلة. شمعة حضر العربيتين. سليم، عمري فين؟ عمري انت وسليم اللي هتخرجوا للعملية دي. اتحرك. سابوه زي ما هو، بس بس ايه؟ عمري حجز 100 جنيه زياده عن نصيبه. ليه؟ علاوه؟ وعمل ايه؟ ساق عربيه وزن على راجل في الطريق، خد فيها 50 جنيه، ايه عايزينها؟ اقتلوه. فعمري ده طماع، هيعمل لي فورتينا من الرجاله.
لو سبنا له الحبل مش هنعرف نلجمه ابدا. ومش بعيد لو بعتنا في يوم من الايام في شغلانه يلهف الحصيله ويقلع. هخليه يرجع ال 100 جنيه وال 50 جنيه نصيبه كمان ادبا له. اصل في الحقيقه عمرو ده واد جدع وفهلاوي وجريء، مش هنعرف نعوضه ابدا. وعليا انا مع العلامه. الو، مين يا فندم؟ دكتور فايز؟ اهلا اهلا دكتور فايز، ازاي صحتك؟ لا والله ما بلغنيش حاجه ابدا. حادثه؟ حادثه ايه؟ كفى الله الشر. لا، شكر ومراته ماتوا في حادث؟ لا حول الله، ده خبر مؤلم جدا جدا جدا. والولد؟ الولد الحمد لله. البوليس بيحقق دلوقتي. طبعا اجيلك حالا. لا ضروري احضر حالا، هكون عندك. والوحيد اللي اقترح ابلاغ البوليس واصر في الحاح هو السيد حافظ امين، امين صندوق الجمعيه. لكن للاسف باقي الموجودين اقنعوا الضحيه انه يهرب، فقرر السفر في الفجر هو ومراته وابنه. اذا نقدر نستنتج ان واحد منهم هو اللي بلغ العصابه. وليه ما يكونش الواحد ده من افراد العصابه؟ وعلى وجه التحديد الرأس المدبرة، بيتصيد ضحاياه من أعضاء الجمعية، لأنه من السهل عليه أنه يعرف أخبارهم، مركزهم المالي، المبالغ اللي يقدروا يدفعوها. والدليل واضح على كده أن الضحية ليلة الحادث قال له زملائه أن المبلغ المطلوب وهو 3000 جنيه عنده في البيت. في الواقع أن العصابة خطيرة ومنظمة، لأنها ما بتسيبش أي دليل وراها. فعلا، معنى كده أن احنا هنسكت لغاية لما يرتكبوا جريمة تانية. لا طبعا، المهمة الأولى لرجال الأمن منع الجريمة قبل وقوعها. ده مستحيل إلا إذا حصل تبليغ. وده ما بيحصلش أبدا، الناس ما بتساعدناش. العصابة مخوفاهم وأثبتت لهم إن تبليغ البوليس ما يوقفهاش عند حد. إحنا على الأقل لازم نحاول نطمن الناس، وفي نفس الوقت نصارحهم بالحقيقة، نقول لهم إن إحنا بنقف عاجزين أمام أي خطر مصدره مجهول، زي الدكتور ما يعجز عن شفاء المريض إذا أخفى عنه أعراض المرض. ننشر هذا الوعي بكل الوسائل، في الجرائد، في المجلات، عن طريق الإذاعة، التلفزيون. سيداتي سادتي، كلمتي دي موجهة إليكم جميعا وإلى أهل اسكندرية بصفة خاصة. معظمكم سمع عن الحارس المؤلم اللي وقع في الطريق الصحراوي. ده مش حارس، دي جريمة دبرتها عصابة خطيرة عشان تستولي على مبلغ 3000 جنيه. 3000 جنيه تساوي حياة رب أسرة وزوجته. ماتوا وسابوا طفل رضيع أصبح مجهول المصير، يتيم الأب والأم، ملوش سند ولا معين. الأب وصله جواب من العصابة وكان لازم يبلغ البوليس، لكن للأسف خاف وهرب هو ومراته وابنه، فكانت العصابه لهم بالمرصاد. فارجو ارجو كل فرد منكم اذا وصلوا اي تهديد يتصل بينا فورا. دي المساعده الوحيده اللي بنطالبكم بيها، واؤكد لكم لو تعاوننا جميعا وكانت عندنا القوه والشجاعه هنقضي على هؤلاء المجرمين اللي بيهددوا اموالنا وارواحنا. ده مظبوط. ولعل في مأساة هذا الطفل البريء اللي بيرجوكم بصرخاته البريئة المتوسلة ما ينزع الخوف من قلوبكم ويخليكم تبحثوا معاه عن قتلة والديه. أنا هتبناه، هتبناه، هيبقى ابني، ابني. مجرمين
إلين وحشاني. انت كمان ما تعرفش قد ايه. 20 يوم ما شفتكيش دلوقتي. اعمل لي يا حبيبي زوره في كده. انا كنت هضرب لك تليفون. نو نو حافظ، انا قلت لك كتير جوزي مجنون. يا حياتي انا اللي بكسب الوف الجنات وانت املي الوحيد في الدنيا ونعيش محرومين من بعض. انا حظ وحش، لو كنت عرفتك قبل ما تتجوزي. لكن يا خساره. انا وياك اهو يا حبيبي، انا ليك انت بس على طول. يا حياتي انت بتشرب ايه؟ ويسكي؟ انا هشرب وياك. كل سنه وانت طيبه زي النهارده. شفتك في السبب. ميل ميرسي حافظ، بس انا مش ممكن اخد الكادو ده. ليه؟ ذوق وحش ولا مش عاجبك؟ حبيبي افهمني، جوزي عارف ليه يا صاحب، وبشوفه وبقابله وبحبه، كله كادو تديهوني ياخدوا يبيعوا ويلعبوا مار بالفلوس. فانت تخسر فلوسك ليه؟ عشان ايه؟ يا حياتي يا إلين يا حياتي، انا بكره جوزي خالص. امبارح قلت له يطلعني بقى زي المجنون، مش عشان بيحبيني، نو عشان الفلوس. مسك سكينة وقال انا موتك انت وصاحبك. فاحسن بلاش نتقابل تاني. إلين تعرف ان انا ما اقدرش اعيش بعيد عنك. انا خايف عليك يا حبيبي، انت راجل مركزك كبير، انا هعملك مشاكل كتير. اسمع، جوزك ده يصر عليه اناني طماع بيحب الفلوس. شوفيه عايز كام ويطلعك. قلت له ياخد فلوس، عارف قال لي ايه؟ سافل المجرم. قال لك ايه؟ مش ممكن يديله المبلغ ده، مش ممكن. كام؟ 5000 جنيه. ويطلعك وبعد كده نتجوز ونعيش مع بعض على طول. يا ريت يا حبيبي يا ريت. يا حياتي يا ليه، 5000 جنيه مش كتير عليكي. قولي له بعد اسبوع هيكون عنده المبلغ. مكالمه تليفونيه من كابين عمومي، رقم التليفون 20952، يطلب المهندس احمد عبده. مش بتكتب ليه؟ بلاش الشغلانه دي دلوقتي. حصل ايه؟ عمري مالك؟ شغل. عشان رجعت منه ال 100 جنيه؟ ايوه. يغور في 60 داهيه. ايه يعني؟ مش هنعرف نشتغل من غيره ولا ايه؟ انا خايف يبلغ عنه. عنه؟ عن مين؟ عن زمايله طبعا. ساعتها هيبلغ عن بتاع السجاير. بتاع السجاير هيجيب رجلنا، لان انا اللي بديله التعليمات بالحبر السري. هو فاكر ان انا رئيس العصابه. انت بعيد، محدش يعرف. بلاش كلام فارغ. عمري ما خرجش علشان يبلغ عنا، لا، عمري خرج علشان يشتغل لحسابه. بكرة يرجع ينط على بيوت الناس. كمل كمل أستاذ أحمد عبده. المبلغ 5000 جنيه. المهلة أسبوع. مع السلامة. الدنيا زي الفرحة بنجاح. ألو، وطي الصوت شوية يا
اسمع. الو، ايوه انا يا فندم. مساء الخير يا فندم. المبلغ 5000 جنيه والمهله اسبوع. مين يا احمد؟ مين اللي كان بيتكلم؟ العصابه ياها؟ في التلفزيون يا سمير. يا مات لسه ما خلص. اسمع الكلام. وانت يا عيشة خدي اخواتك يلا اطلعوا على فوق. يلا يا نهاد. يلا. في ايه يا ماما؟ مالك يا بابا؟ تعبان؟ بابا كويس. يلا انت اخواتك على فوق. هي يا احمد عاوزين كام؟ 5000 جنيه. هتدفعهم طبعا. الموقف مش عايز تفكير يا احمد. انت عندك الفلوس في البنك. راس مالي اللي بشتغل بيه، اللي بربي عيالي بيه. انا هلكت وصحتي راحت عقبال ما عملت القرشين دول. انا هبلغ البوليس. مش ممكن ده يحصل، فاهم؟ مش ممكن. ما هو اذا دفعنا نبقى احنا مجرمين اللي بنساعدهم. مره واحده بس نقف قصادهم بشجاعه ونبلغ البوليس، هو اللي هيساعدنا. مش هيقدر. اوعى انت بس. احمد الفلوس اللي هتروح تيجي غيرها، لكن ولادنا مش هنعوضهم يا احمد. الو احمد. محافظه اديني الامن العام. ايوه ايوه رئيس المباحث الجنائيه. احمد اعمل معروف يا احمد، ابوس ايدك. الو انا المهندس احمد عبده. العصابه كلمتني بالتليفون من شويه وهددتني بخطف بنتي اذا ما كنتش هدفع لهم 5000 جنيه والمهله اسبوع كده. طب اديني عنوانك من فضلك. ايوه. طب اطمن هنتخذ اللازم. عظيم. ايه خير يا فندم؟ العصابه هددت واحد دلوقتي بخطف بنته ان ما كانش يدفع 5000 جنيه. وايه العظيم في كده يا فندم؟ انه بلغنا، هو بنفسه اللي كان بيكلمني دلوقتي وبيستنجد بينا علشان نحميه. عظيم يا فندم. فرصه من ذهب. احنا لازم نروح له دلوقتي بزيطه كبيره علشان نطمنه ونطمن الجيران اللي حواليه، والخبر طبعا هينتشر في البلد فكل الناس تتشجع وتبلغنا، وبكده هنقدر نقبض على العصابه. يلا بينا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا رئيس المباحث اسماعيل حمدي. اتفضل. متشكر. انا جاي اطمنكم ان اداره الامن العام اتخذت جميع الاحتياطات اللازمه، والبوليس دلوقتي مشدد الحراسه حوالي الفيلا. حد كلمكم في التليفون بعد ما اتصلتوا بينا؟ كلموني من النادي علشان اروح اسهر وياهم فاعتذرت. قلت لهم ان العصابه هددتك؟ واني بلغت البوليس. كويس. في خدامين موجودين؟ وبيروحوا بالليل. من هنا ورايح اي حد يدخل لازم نتحقق من شخصيته. وبخصوص الاولاد والمدرسه هيكونوا تحت الحراسه. يستحيل، دي فرصه للعصابه عشان يخبطوهم بعربيه يضربوهم بالرصاص. ما تخافيش يا هان، البوليس هيكون وياهم. انتوا يهمكوا ايه؟ يموتوا كلهم عشان تمسكوا العصابه. يا هانم الاولاد هياخدوا اجازه من المدرسه ويفضلوا هنا قدام عيني. اللي ريحك، المهم يفوت الاسبوع على خير. حر الضابط هيفضل معاكم على طول. عن اذنكم. العصابة هتوصل لغرضها قبل ما يفوت الأسبوع، مش هتقدروا تعملوا حاجة أبداً، مش هتقدروا تعملوا حاجة. طولي بالك، اطلعي فوق، اطلعي فوق. اتفضل يا حضرة الضابط. ألو. أنتوا بلغتوا البوليس؟
طب خدوا بالكم من عيالكم كويس. العصابة مش كده؟ ألو ألو، شايف أنا مش قلت لك هيعمل إيه البوليس؟ أنت هتفيد لي ولادي عشان خاطر الفلوس. مراتي وولادي عايشين في رعب، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيناموا، ودي حالة محدش يستحملها أبدا. أرجوك تهدي أعصابك، المهلة فات منها 5 أيام دلوقتي ومحدش منهم اتجرأ وهوب ناحية الفيلا. مش هيسكتوا، هيجددوا المهلة مرة وتانية وتالتة، وفي لحظة هينتهزوا الفرصة ويضربوا ضربتهم. ده مستحيل، مش هيحصل، الحراسة هتستمر مهما طالت المدة. لكن احنا محبوسين في الفيلا، انا انقطعت عن عملي، الولاد ما بيروحوش المدرسة، وده اللي هم عاوزينه، هيفضلوا ورانا لحد ما نفقد اعصابنا وندفع الفلوس. يا سيد احمد، المفروض انكم تستحملوا شوية. والنتيجة ايه؟ ما هو لو كانت في نتيجة كنا استحملنا. تأكد في النهاية العصابة هتيأس وتترك العملية، وده بس اللي انتوا عاوزين توصلوا له. طب ما هو لو سابونا هيروحوا لغيرنا، ده مش اجراء عملي ابدا ابدا ابدا. ما هو يتشوفوا لكم حل يتسيبوني ادفع واخلص. سيبنا شوية محمود. سيجارة؟ لا متشكر. 2 قهوة يا مرسي. حاضر يا فندم. متشكر، انا لازم اكون في البيت دلوقت، ما تقدرش تتصور الولاد حالتهم ازاي. انا مش هعطلك كتير، يا دوب نشرب فنجان القهوة سوا. اتفضل اتفضل سريح. يعني كان لازم حفلة عيد ميلاد، احنا في ايه ولا في ايه؟ الولاد مكتومين بقالهم 6 ايام، مش لازم نفرفشهم حبة. دي ما بقتش عيشة، ده سجن. انا خلاص ما بقتش استحمل اكتر من كده. هانت يا احسان هانت، كلها يومين وتخلص المدة. مش هيسيبونا، يا ندفع يا حد مننا يموت، ويمكن يموتونا كلنا. كل سنة وانت طيبة. متشكرة قوي يا بابا حافظ. ايه ايه بونبوني ايه، انتوا هتاكلوا تورتة جوه. اهلا حافظ، انت دايما تيجي على اخر دقيقة كده. يلا يا جماعة اتفضلوا. اتفضلوا. الو. كل سنة وانتم طيبين، بس ما تشربوش الشاي. اللبن مسموم. ما حدش يشرب من الشاي، اللبن مسموم. مسموم؟ بدوني بنتي بنتي. الو، اديني رئيس المباحث من فضلك. دي مش عيشة، دي ده مش كلام، ده شيء زيادة عن اللزوم. وبعدين البوليس يطلب مننا اننا نبلغ، وادي اخرتها، كنا كلنا هنروح في ده. يا ترى الدور على مين فيكم بعد كده؟ يلا بينا. يلا بينا. انا متاسف قوي اللي ازعجته. بالعكس، ده احنا اللي متاسفين على اللي بيحصل ده، وربنا معاه. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. انت كنتوا ماشيين ولا ايه؟ في الواقع الموقف اصبح صعب جدا. على العموم الموقف انتهى خلاص. ايوه، انا هدفع الفلوس للعصابة كده اهو مرة واحدة. تقدر تقول لسيادتك هستنى ايه بعد كده؟ تبقى العصابة نجحت في مهمتها، فضلوا يخوفوكوا لغاية ما سلمتم. دول سمموا اللبن يا فندم. يا سلام. طب اتفضلوا معايا. انتوا بتشتروا اللبن سايب ولا مبستر؟ مبستر والازاز مقفولة. وازاي بقى قدروا يحطوا السم في اللبن؟ اللي انا مندهش له اكتر، ازاي العصابة عرفت ان احنا بنشرب شاي ولبن وفي اللحظة دي بالذات؟ تسمحوا لي يا فندم. ايه يا حضرة الضابط؟ طب هم خايفين، والخوف هو اللي مخليهم يعملوا كده. وانت كمان يا ضابط يا همام، خليك جنب التليفون، واي حد يتكلم انا اللي هرد عليه. كل سنة وانت طيبة ومتمازيل. انت طيب. Thank you.
العصابة بتخوفكم؟ اتفضلوا يا جماعة خدوا راحتكم، كلوا واشربوا وهيصوا، دول شوية رعاع أو باش، إن ما تمسكوش النهاردة هيتمسكوا بكرة. وتأكدي يا هانم ساعتها هتشعري بالفخر والسعادة لأنك كنت السبب في القبض على العصابة. تسمحي معايا؟ على فين؟ أعاين الفيلا. عن إذنك يا باشمهندس، اتفضلي. دي اوضه النوم، كلنا دلوقتي بنبات هنا في اوضه واحده. اسمعي يا هاني. ايوه انا هكلمك بصراحه. اتفضل. وانا بشرب اللبن ما كنتش متاكد ان كان مسموم ولا لا. شفتي بقى مهمه البوليس صعبه ازاي. ما علينا، انا عايزك تثبتي وتخلي قلبك جامد. انا هعتمد عليك انت، انت بس ما تخليش جوزك يدفع ولا مليم، وأؤكد لك هنقبض على العصابة الليلة. يا ريت. نايم البنت في سريرها. حاضر. عاوز منك خدمة دلوقتي. أيوه. الساعة دي بنقيس بيها الزمن. ستوب واتش. أيوه عارفة. انزلي دلوقتي مع ضيوفك، اضحكي في وشهم ودوري مزيكا وارقصي وكل حاجة. فجأة أنا هزعق، تطلعي جري، وطبعا هم هيطلعوا وراكي. المهم تكوني أول واحدة توصلي هنا. وبعدين؟ وبعدين أنا هطلع لك المجرم من وسطهم. البوليس مهتم المرة دي بالموضوع. ما هو لازم كده، الحكاية أصبحت ما تحتملش السكوت. أصلها ما عادتش فلوس وبس، دي أرواح ناس بتضيع. في إيه يا إحسان؟ مفيش حاجة. وفين الضابط؟ بيعاين فوق. اقعدوا يا جماعة، خليكم معايا شوية لغاية أعصابي ما تهدى. دور البيكاب يا أحمد. اتفضلوا 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 يا جماعة، التورتة واشربوا الشاي، ولا بلاش الشاي إذا كنتوا خايفين. بنتي بنتي خطفوها. هاب الجواب ده. جواب 6000 جنيه او حياة بنتكم. الحقوا، فين الضابط؟ ايه في ايه؟ سيادتك بعت واحد ضابط. انا ما بعتش حد. واحد من العصابة انتحت شخصية ضابط ودخل خطف البنت. ازاي حر الضابط ده يحصل وانت موجود يا فندم؟ ده وصل في عربية بوكس. والبنت كانت فين لما اتخطف؟ فوق يا فندم. ولما طلع فوق ما طلعت شوية ليه؟ أنا ما شكتش لحظة في شخصيته، وده اللي خلاني أسيبه يتصرف زي ما هو عايز. اتفضلوا معايا كلكم. صاحب الصورة ديت هو اللي خطف البنت؟ أيوه هو. أنا شخصيا متأكد منه 100%. إبراهيم سيد العقدة الشهير باسم فرانس، سنه 32 سنة، أخطر مجرم في حوادث النصب والسرقة والسطو، متخصص في فتح الخزن وسرقة البنوك. وصل قبل احترافه الإجرام إلى مرحلة التعليم الثانوي، يتكلم بعض اللغات ويجيد التنكر. حكم عليه مرة واحدة بالسجن 10 سنوات، وقضى المدة وأفرج عنه من سنتين. خذ حرص ضابط، تنشر صوره في جميع الجرائد والمجلات، واعلن عن مكافأة 2000 جنيه لمن يقبض عليه أو يرشد عنه. حاضر يا فندم. اتفضل. عمري هو اللي عملها، اتلم على فرانس وفضلوا مستنيين لغاية ما سوينا المسألة وخلاص هناكلها وراحوا خطينها مننا. أبو البنت كان خلاص هيدفع 5000 جنيه هيدفعهم.
انا مش مجنني غير فرانس. خد البنت وانا واقف، فات من تحت درسي. لا معلش، انا وهو والزمن طويل. ما تسيب الشغلانه دي وخلاص. مش ممكن، رجالتنا لازم يدوروا على عمرو ويجيبوه من تحت الارض. هو اللي هيدلنا على مكان فرانس. اكتب ده عندك ويتنفذ في الحال. في الحال فرانس. صباح الخير يا ابراهيم. صباح الخير يا فندم. يا مجدع، انت الظاهر ما نمتش خالص الليله. البنت فضلت تعيط طول الليل، وفين وفين عقبال ما حيلتها وسكتت. هي فين؟ جوه يا فندم. لا سبب. انت دلوقتي نجحت في النص الاول من الخطه، المهم انك تنجح في النص التاني. وده بقى يا سعاده البيه؟ انك تدخل في وسط العصابه وتبقى واحد منهم، واول عمليه يعملوها بعد كده تبلغنا، فنظبطهم متلبسين هم والراس اللي بتحرك. اتفضل اتفضل. العفو يا فندم. اشرب يا راجل، انت بقيت واحد مننا خلاص. مين كان يشد يا ابراهيم؟ فعلا يا بيه، من فرنسا النصاب العالمي اللي كان مدوخ حضرتكم يصبح بقدرة قادر الضابط كبير قد الدنيا. احنا اخترناك بالذات لانك نبيه وفهلوي وشجاع، وفي نفس الوقت متأكدين انك بقيت انسان شريف ومواطن صالح. البركة في ابني، من يوم ما فقد بصره انا قلت ربنا عماه علشان ينذرني، فبطلت الاجرام. الحمد لله بكسب دلوقتي من عرق جبيني، وكل همي اخد منكم الالفين جنيه المكافأة علشان اعالجه وارد له بصره. ان شاء الله هيتحقق املك. ولازمتها ايه بس الفضيحة دي يا سعادة البيه؟ اصول الشغل يا ابو خليل، ما انت سيدي العارفين. ومراتي انا حلفت لها على المصحف انها هتوب، وحمدت ربنا انها هتعيش بلقمه حلال. هتقول ايه دلوقت؟ المهم لما نقبض على العصابه وصورتك تظهر في الجرايد ومكتوب تحتها البطل، رمز الشجاعه والتضحيه. ولو دخلت العصابه وما خرجتش، يعني بالعربي لو ذبحوني، برضه هتنشروا صورتي وتحتها البطل رمز الشجاعه والتضحيه؟ ابدا. هتكفى على الخبر مجور، هموت وافضل في نظر مراتي وابني مجرم خايل العهد. عاوز ايه يا ابراهيم؟ مراتي لازم تعرف من دلوقتي. احنا خايفين عليك. مراتي هتخاف عليا اكتر منكم. اسمع الكلام، امال يا ابراهيم؟ انت عارف الستات كويس. انا ضامن الست بتاعتي، يا كده يا بلاش. انزل يا ابراهيم شوف مراتك وابنك. صح. وترجع لنا بعد ساعة. ساعة مش أكتر. هيحصل. البوليس ما بيدورش عليا، اللي في الجرنان ده مش مظبوط. البوليس متفق وياي اساعدهم علشان يقبضوا على العصابه اللي بتهدد الناس. صدقيني يا فاطمه، انا حلفت لك ان همشي مستقيم، وانا عندي وعدي. صورتي دي علشان يوهموا العصابه ان انا مجرم بحق وحقيقة. وليه يا ابراهيم كده؟ ما كنا عايشين في امان الله. عشان حسن ابني هقدر اعالجه يا فاطمه، هيدوني مكافاه 2000 جنيه. ده سر بيني وبينك ما يطلعش عليه حد ابدا. قدامي نص ساعة ما فيش غيرها. حسن فين؟ جوه. حسن. بابا. حسن، حسن. مش تحاسب يا حبيبي. كنت فين يا بابا؟ غبت عليك امبارح، معلش.
سامحني، اصل طبقت النبطشيه ويا دوب مواد التاكسي الجراج. انت بتتعب قوي يا بابا. بتعب؟ يا سلام، امال لما عجز هتعمل ايه؟ يا ريت نقدر اشتغل واساعدك. هتشتغل يا حسن. ايوه، هتروح المدرسه تاني وهتكمل تعليمك وهتاخد الشهاده الكبيره وتبقى مهندس قد الدنيا. انت مش عاوز تطلع مهندس؟ بابا هيجيب لك الفلوس يا حبيبي عشان تعمل العمليه. العمليه عايزه فلوس كتير قوي يا ماما. انا مسافر الصعيد النهارده، اصل عندي حته ارض هناك هبيعها وبالفلوس هعالجك، وان شاء الله هتخف وترجع زي ما كنت واحسن. هتقعد في السفر قد ايه يا بابا؟ هيا بابا. مش عارف يا حبيبي، لحد ما الاقي المشتري وابيعها وارجع لك على طول. هتوحشني قوي يا بابا. وانت كمان يا حسن، هتوحشني قوي يا حبيبي. اشوفك بخير يا ابني. ماشي دلوقتي؟ ايوه. مع السلامه يا بابا. الله يسلمك. المأمورية دي هتاخد قد ايه؟ معرفش، انا وظروفي. خد بالك من نفسك يا ابراهيم. فاطمة، لو مرجعتش وصيتك حسن، اعملي له العملية. ما بلاش المأمورية دي يا ابراهيم، انا قلبي مش مطمن. لا يا فاطمة، انا في ديب حياتي ويشوف الدنيا تاني. المبلغ واخلص اهم دلوقتي، طالبين 6000 جنيه. ده مش مهم، ان ما كانش معاك المبلغ احنا مستعدين. انا شخصيا تحت امرك، اطلب اللي انت عايزه. انا خايف البنت يجرى لها حاجه. ما تخافش، لو دفعت هيردوها لك سليمه. ما حدش اتصل بيا لحد دلوقتي. هيتصلوا، اطمن. بس زي ما قلت تديهم الفلوس. بس اوعى تدي خبر للبوليس. البوليس؟ وانا جننت؟ تليفون يا باشمهندس. مين؟ معرفش، ما قالش اسمه. الو هما؟ ايوه. الو، 6000 جنيه. عارف هدفع. المفروض اللي بيكلمك دلوقتي فرانس بيحدد لك بكره اخر ميعاد للدفع. في حد من اعضاء الجمعيه جنبك؟ كويس قوي، انا عايزك تتقن دورك وتضطرب كان بنتك فعلا في خطر. ال6000 جنيه هبعتهم لك البيت الليله دي. اكتب بقى العنوان ده. لحظه واحده بفضلك. ايوه، قلعه قايد باي، هتعمل صياد. الميعاد بكره الفجر الساعه 5. حاضر، هكون موجود في الميعاد بالظبط. الو، وبنتي امتى هترجع البيت؟ كويس قوي الربكه دي، خليك على كده. بعد ساعه، يعني الساعه 6 هتكون عندي. طيب. قلعه قايد باي، عامل صياد. Thank you.
صاحب الجدعان، انا كنت فاكركم بوليس. لما انتوا زملاء ما قلتوش من الاول ليه؟ كنا نتفاهم مع بعض، وفرتوا علينا الضرب والركب والرصيات والجاري ده اللي قطع نفسنا. حقك عليا يا ابو الزمل، انا قرصت عليك حبه، معلش تعيش وتاخد غيرها. فين الفلوس؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ فين الفلوس؟ رد يا بجم. وبعدين بقى بقول لك رد. بس انت هو فين الفلوس؟ الفلوس وهم بيجروا ورايا، انا زغت منهم وحطيتها بين السطور. مش عايز تطلع الفلوس؟ اصلا انت هتدقر معايا، الوقت بيروح، ان ما لحقت الزميلي قبل الدور هيذبح البيت. فين الفلوس يا اخي؟ صدقني انا ما بكدبش ابدا. ما بتكدبش ابدا. اسمك فرانس وزميلك اسمه ايه؟ عمرو، مش كده؟ ما تستعبطش عليا، انت نيتك موس في الغويط. عمري فين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. وصل البنت لأهلها. أروح له بنفسي أشوفه عمري ولا لا؟ قول لي العنوان. قول. ستة شارع السوائي، الدور الرابع، الشقة اللي على الشمال. وصل الظاهر، هو انا طالع فوق السطح وبقابله انت. موجود؟ مفيش حد هنا اسمه عمري. انا جاي من طرف فرانس، فأمرت البنت. فرانس كان خايف يتأخر عليك وتذبح البنت، انت متفق وياه على كام؟ يعني ما قالكش بعتك بس عشان تطمن على صحتي؟ خد ادي 20 جنيه. نعم 20 ايه؟ قط حصك لحد يسمعك. انا متفق على 10 رئات، 100 اهيف ما يخصوش مليين، ولا يعني 100 جنيه كتير عليا، وهو تلاقي هففله الشغلانه دي 1000 ولا 2000. يا حسره، ده البوليس كبسوا. ما تخافش نفد منهم، بس لا حصل 1000 ولا 2000، وانا اللي دبرت لك المبلغ بالتيله. انت مين؟ انت من اهلك يا اخي؟ هتحقق معايا ولا ايه؟ حط الفلوس في جيبك ورجع البنت لاهلها وصب ساكت. Thank you.
منك؟ فين؟ إبراهيم في خطر ومش هنقدر نعرف مكانه. بخصوص المكافأة اللي أعلن عنها البوليس. الألفين جنيه؟ أيوة. هنرشد عن فرنسا ولا هنسلمه؟ لا دي ولا دي. هشغله أنا؟ لا. اقتلوه. أنا شايف إنه خسارة، ينفعنا. بالعكس. موته أكسب لنا. إزاي بقى؟ أقول لك. دلوقتي هو المجرم اللي بيهدد الناس واللي كل الناس عارفينه. لو إحنا عملنا شغلانة، أنظار البوليس هتتجه إليه. هيدوروا عليه، مش هيلاقوه. اقتلوه طوه في الصحراء. مع السلامة. مستني ايه؟ عاوز اكلمك في موضوع. موضوع ايه؟ إيلين. إيلين؟ اه. عايز تقول ايه؟ مصمم برضه تديلها المبلغ؟ وانت مالك انت؟ انت بتحاسبني؟ لا مش بحاسبك ولا حاجة، بس شايفك اليومين دول يعني تماديت زيادة شوية في حبها. حب ايه يا ابني؟ انت لسه صغير. انا ما بحبش في الدنيا ابدا. انا حبي الوحيد دول اللي بحبهم. طب خلاص، وفر ال 5000 جنيه خساره فيها. مش خساره. اذا انا دفعت لها 5000 جنيه يبقى انا هكسب من وراها 50000. ده موضوع كبير. ما قلتليش انت الموضوع ده. هتعرفوا بعدين. الو؟ صافي. لا يا حبيبي، جوزي نازل من الصبح. طب انا مش هطول عليك، الاحسن يطب على غفله. الامانه جاهزه. هتيجي امتى؟ مستنيكي. رفوار يا شيري. ايه يا شيري 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 علشان هياخدوا الجاروف ويتحطوا في الصحراء. إن شاء الله تكون عرفت العنوان. اديت الفلوس لزميلي، شفت بقى انه مش عمري.
يلا بينا. حلو على فين؟ هنتمشى شوية برا. هتسلموني للبوليس عشان تاخدوا المكافأة؟ مش عيب تخونوني؟ الوكيل القديم قبل ما يقل عقله ويبلغ عننا. مش عيب. معقول حد يبلغ عن زملاته وولاد كارو؟ معقول اسلم زملاتي للبوليس؟ البوليس اللي رماني في السجن 10 سنين، ويا ريت هرميكوا في السجن اللي هيلف حوالين رقبيكوا حبل المشنقه. لو كنتوا هلافين كنا نقول اه تستحقوا الشن. بس بقى ما اقوله اسمع انت الاول. سيبه يتكلم. اه سيبني. تعرف انا ما رضيتش اهرب ليه؟ لانكم عيال كويسين ومجدع، وخصوصا مصطفى، بس صعبانين عليا قوي لانكم مرمين في سجن مؤبد، وهم الراجل بتاعكم يغضب على واحد فيكم يحكم عليه بالاعدام وزميله يفحط له في الصحراء علشان يتويه. انتوا عايشين بتعملوا ايه؟ بتهببوا ايه؟ هي دي عيشة دي اللي انتوا عايشينها؟ تعرفوا مين اللي بيتمتع بحياته؟ ستكم وتاج راسكم. وده مين تاج راسنا ده؟ اللي بيستكردك يا بجم، اللي بيشغلك يا حجر. انتوا ازاي سايبين عمالي بس فيه النصاب؟ هتصب ساكت بقى. انا شايف يا درش انك انت الوحيد اللي بتستلقى المعلومات وبتسلم المحصول. بذمتك ما بتصعبش عليك نفسك وانت واقف قدامه زي العبد الذليل. انا عمري ما وقفت قدامه، عمري ما شفته ولا حد فينا شافه. يبقى هو ربنا بتاعكم، يشوفكوا ولا تشوفوهوش. يعني لو قدر الله واتظبطتوا كده في شغلانه تروحوا في شربة ميه وهو قاعد فوق في العلالي حاطط رجل على رجل، مش كده ولا لا؟ ما تتكلموا، ما تنطقوا. الراجل ده واكل عليكم فلوس كتير. معلش انا هعوضها لكم. احنا هنستنى لما يكلفنا بعمليه جديده وناخد المحصول ونوزعه على بعض بالعدل. أنا زي مصطفى زي أي واحد فيكم، هناكل ونتبسط ونتمتع بالدنيا. خلاص وأنا بأخوكم؟ أوعوا تسمعوا كلامه، ده بيعمل كده عشان يهرب من الموت. أنا مش هرد عليه، مصطفى هو اللي هيرد. كان يقدر يهرب ويشتغل لحسابه، لكن رجع عشان ينبهنا لحاجات كتير كنا غفلانين عنها. كل كلمة بيقولها هي عين الصواب، إحنا بناخد ملاليم وعايشين عيشة الكلاب، محرومين من الدنيا. على العموم إحنا عرفنا بعض بالمعروف، نتفرق بعض بالمعروف. خدتوا فلوسي واديتوها للي ما يستحقش، لكن انا هعرف اعوضها لنفسي. وخليكم انتوا زي ما انتوا. سلام عليكم. فرانس. ايوه يا درش. هتستنى ويانا على طول. حقك علينا، وادي راسك.
كل واحد يبص على راسه. صباح الخير. صباح الخير. انتوا سايبين حافظ قاعد لوحده ليه؟ النهارده مكشر قوي على غير عادته، مش حافظ يقعد مع حد. صباح الخير. صباح الخير. حافظ بيه ما جاش لسه؟ اهو قاعد هناك اهو. متشكر. شوفوا ماله والله يا رشاد، يكونش وصلوا جواب من العصابه؟ العصابه. صباح الخير يا حافظ بيه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اقعد. رجعت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. فعلا مدام الين كانت في مصر لوحدها؟ لا، مع جوزها. لسه راجعين دلوقتي، ركبت معاهم في نفس القطر. كانوا بيعملوا ايه في مصر؟ بيتفسحوا وبيشتروا ذهب ومجوهرات. الظاهر هيهربوها وهم مسافرين. مسافرين على فين؟ اوروبا. مش عرفك؟ امبارح راحوا شركة طيران وعرفت انهم حاجزين محلين وهيرحلوا بعد اسبوع. Voglio donare dello spoiler jusqu'à la fin. Il faut pas qu'il sache que nous partons. Et qu'est-ce que je vais lui raconter alors? Téléphone lui. Et lui dire quoi? Que mon mari était là. Et après? Que il vient de partir. Et après? Téléphone lui. Allô? Hafid? Habibi. أنا ما قدرتش أرد عليك على التليفون عشان جوزي كان واقف جنبي. هجيلك حالا دلوقتي. أتوت ألور مون أمور. كوم سا. إلين، إيه الغيبة الطويلة دي كلها؟ أنا كنت حموت، كنت حنتحر. حافظ، أنا عارف من غير ما تقولي. ضحك عليكي، خد الفلوس ومرضيش يطلعك. لا يا حافظ، خلاص لا هيطلقني كمان جمعة. ما تصدقيهوش، أنا حظي وحش. أنا كنت بجهز نفسي علشان أسافر معاك نقضي شهر العسل في أوروبا. رحت الباسبورتات، بالصدفة جوزك لقيته هناك. لما سألت بيعمل ايه؟ قالوا لي بيطلع باسبور علشان يسافر. أنا قلت يمكن هيسافر لوحده بعد ما يطلعك. إنما عرفت إنك مسافرة معاه. شفت صورتك الحلوة دي جنب صورته في الباسبور. حتى بالأمارة مطلعين فيزا. وهتروحوا فرنسا. مش كده يا شيريه؟ هو غصب عليا يا حبيبي، حددني يقول لكل الناس ان في حاجه بيني وبينك، فانا خفت عشانك على اسمك ومركزك. يا حياتي يا إلين، يا حياتي، الاقي فين واحده تحبني الحب ده كله؟ وهتسافروا امتى؟ يوم الاربعاء. يعني بعد ثلاث ايام. مش ممكن اسافر واسيبك، هموت نفسي. لا يا حبيبتي، لا، اوعي اوعي تضحي بنفسك، ده انا كنت احرق روحي. سافري وتمتعي وانا هعمل كل جهدي علشان احصلكوا على هناك. ودلوقتي بقى مع السلامة، لحسن بعدين جوزك يجي ويعمل فضيحة. يلا يا ستي، بس أرجوكي أول ما توصلي فرنسا تبعتي لي العنوان بالمظبوط. روفار من أمور. روفار شيري. Thank you.
متعجلة، لازم ننفذها الليلة أو بكرة بالكتير. بس اللي بتعجب له أول نوبة الراجل ما يرسمش خطة من خططه الجهنمية، كل اللي بعت يقوله اذبحوا الخواجة ومراته واستولوا على الذهب والمجوهرات وخلافه. جرايه يا مصطفى، يا دي أول مرة هنقتل فيها ولا إيه؟ لا، بس لازم يكون فيه رسم نمشي عليه، ولا أنا عايز ذم الخواجة ومراته يعصنا ونروح بلوش. إحنا لازم ننفذ كلام الراجل بالحرف الواحد. جرايه يا جماعة، العملية دي مش لحسابنا، خلاص نسرق الذهب والمجوهرات ونقلع، ولا نقتل ولا نذبح. يا جماعة الراجل قلبه علينا وبيفكر لصالحنا. لازم نقتل الخواجة ومراته عشان لما البوليس يحقق في السرقة ما حدش من الاثنين يحط منطق. تمام يا درش، نقتله وننزل بالبضاعة بالنا ري. ونقتلهم ازاي؟ هنا العقدة. عرفتوا انكم ما تقدروش تستغنوا عن الراجل؟ قدمتوا احتاستوا اهو. ساكت ليه يا سي فرانس؟ يا حادر يا فهلاوي، ما تورينا كراماتك يا اخويا، وانا بس انسنطر كده وهنضمه على الفاضي. انتوا عاوزين تقتلوا الخواجة ومراته؟ اه، ونسرق المجوهرات والذهب وخلافه. المسألة بسيطة خالص. اتنين يخرجوا، واحد يعمل ضابط والتاني عسكري، ويطبوا على الخواجة ومراته في عز النهار. في عز النهار؟ تعال بقى خلي واحد يعرف يتكلم. بونجور يا خواجه، احنا بوليس، الليله في عصابه هتاخد اجالكم. ما تخافوش، احنا هنعمل كمين عندكم هنا في الشقه لغايه ما نقفشهم. فين الذهب؟ فين المجوهرات؟ فين خلافه؟ بالطريقه دي هنعرف كل حاجه فين بالسهل، وبالليل حسب الساعه الفلانيه هنطب عليهم بربطه المعلم في الشقه على اننا البوليس اللي هيعمل الكمين. بونسوار مدام، بونسوار مسيه. الخواجة ومراته هيفتحوا لكم الباب وياخدوكوا في أهلا وسهلا، تقفلوا الباب وتعملوا اللازم. أوروفار أوروفار. اسم الله عليك، والله ما في منك أبدا. حق يا جدعان، رسم ما يخرش المية. بلاش تضيع وقت، شوفوا مين فيكم هيعمل ظابط روح يعاني الشقة. جورج موجود؟ لا مش موجود. على العموم مش مهم، تسمحي؟ بقى يا مدام، البوليس بلغوا ان في عصابه هتطب عليكم الليله وتسرقكم. تسرقنا؟ تسرق ايه؟ احنا ما عندناش حاجه، احنا مسافرين. ليه؟ مفيش ذهب؟ ذهب؟ ولا مجوهرات ولا فلوس ولا خلافه؟ ابدا ابدا. طب قولي لي مدام، مفيش عداوه بينكم وبين حد؟ مدام؟ لا مفيش. لا فيه مدام، الظاهر ان في واحد بيكرهكوا قوي، لانه مش عاوز يسرقكوا بس عاوز يذبحك انت وجوزك. مونديو سان كريمينال سي دي مونديو مي بابا مي فرسا.
مين ده مدام؟ الكلب المجرم، كله ده عشان عرفني اطلع من جوزي. ومين ده مدام؟ حافظ، حافظ امين. اه بيشتغل ايه؟ بيشتغل مقاول. ها؟ مقاول. اه مقاول. وساكن فين؟ 11 شارع رد. اطمني يا مدام ما تخافيش، احنا رجال البوليس هنحميكم منه من امثاله وهنقبض عليه هو وعصابته. اسمحي لي التليفون. اتفضل. الو المحافظه، اديني مبحث العام من فضلك. افندم مين؟ الرائد نبيل سعد. ابراهيم ينصر دينك، بتكلم منين؟ بتكلم من شقه الخواجه جورج راؤول. لا يا فندم العنوان مش مظبوط زي ما قلت لي، اكتب عندك. استنى ابراهيم. ايوه والمدام الله يسترها نورت لنا الطريق، قالت لي ان في طار بايت بينها وبين واحد اسمه حافظ. حافظ امين. حافظ امين؟ دي معلومات تهمنا خالص. ها كمل. على العموم انا طمنت المدام وهطمنها اكتر دلوقتي. هفهمها معايا يا فندم؟ معاك قوي يا ابراهيم، قول. هفهمها ان العصابه هتطب الليله الساعه 11، 11 بالظبط، علشان تذبحهم وتسرق الذهب والمجوهرات وخلافه. وطبعا في قوة من البوليس هتوصل قبل منهم علشان تعمل كمين وتظبطهم متلبسين. طبعا يا ابراهيم طبعا. ها واذا حبيت سيادتك معلومات زيادة، انا موجود هناك 72 9 79. ايوه فاهم فاهم، ده تليفون العصابة. صح. عندي سيادتك اي تعليمات يا فندم؟ متشكرين قوي يا ابراهيم، وانت هتكون مع العصابة طبعا. ربنا معاك يا ابو خليل، مع السلامة. اطمني يا مدام. في قوة من رجال البوليس هتيجي هنا من بدري وتستخبى في الشقة. العصابة الساعة 11 هتطب، افتح لهم الباب. ما تخافيش، كله بعد كده هيجي كلابوش. ارفار مدام. ارفار. ها. ازاي الحال؟ كل شيء تمام. امال ايه الاخره كده؟ وصول الشغل يا خفيف. ايوه بس انت اتاخرت نص ساعة. صراحة اصل خواجه حلت في عيني، رقعتها رمش. وانا واقف بره زي اللطخ. ثانية واحدة يا عطر، اتفضلي يا ست هاني. اتفضلي. ابراهيم. بابا. لا يا حبيبي ده مش بابا، أنا بس غلطت في الشبه، بابا لسه مسافر. لو كنت ابوه صحيح كان شبط فيا. ايوه 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 ايوه. حق يا ابني كنا وقعنا في حته دي مطب، انما ربنا ساتر بقى. ولاده عليها قلب زي الفلان. تصور درش اول ما دخل على الوليه الخواجيايه راح عامل اللازم، وقبل ما يخرج راح رايح حته دي الرمش. دي حاجه كده على الماشي. ايوه ايوه اخويا. ايوه ايوه. في ايه يا سيدي؟ دخل عليكم بالحنجل والمنجل وفضل يحط دبابيس في الراجل بتاعنا. قال ايه لازم تشتغلوا لحسابكم،
بتتكلم في ايه؟ ابراهيم بسلامته طلع بوليس. بوليس؟ قصد اقول مرشد بوليس. يا نهار اسود، ازاي عرفت؟ طمني يا فرانس، ايه الاخبار؟ كله تمام. وتفتكر الواحد مننا يطلع في الشغلانه دي بكام؟ 1000 جنيه؟ 1000؟ قول 2000، 3 كم؟ بصحتك. طب اسمع. ايوه. تخطف رجلك حالا. على فين؟ تشوف الست دي وتتاكد اذا كان الصالح مراته. ودي اعرف عنها ازاي؟ تسال في عياده الدكتور، اتصرف. طب اطلع عند اهلي شمع من فوق. حصل؟ شفت كل حاجة. فرانس كان حيودينا في داهية. اطلع بينا بسرعة. مساء الخير. مساء النور. أنا مخبر في المباحث. اللي شفتيني مع إبراهيم في الأسانسير. حتى ساعتها كنت لابس بارد عسكري. ايوه اتفضل. متشكر. خير؟ في حاجة؟ ايوه. العصابة عرفت ان ابراهيم مرشد للبوليس. وفين ابراهيم؟ جرى له حاجة؟ ضربوه بالرصاص. مات؟ بابا 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 مات.